حول هذا الموضوع إذن ينضم لنا عبر الهاتف من تونس دكتور علي العلاني الخبير في شؤون الجماعات المتشددة. دكتور أهلا بك معنا. إذن داعش يهدد أوروبا بألاف الذئاب المنفردة بعودتهم إلى دولهم الأم، يعني بعد أن سافروا والتحقوا بداعش، التحقوا بمناطق قتال سواء بسوريا أو بالعراق، البعض منهم وربما أعداد نصف في بعض الدول يعودون إن كانوا لم يعودوا بعدهم الآن في طريق العودة إلى دولهم الأصلية في أوروبا. كيف تتم مواجهة ذلك بالنظر إلى الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شاهدناها في عدة عواصم أوروبية؟ مساء الخير. أعتقد أن داعش بطبيعة الحال الآن أصبحت تشكل خطر دولي ولم تعد خطر إقليمي فقط، والأوروبا التي كانت تنعم بالهدوء إلى حد كبير في السنوات الأخيرة أصبح هذا الهدوء يعني مهددا بشكل جدي، خاصة وأن العمليات نحو أوروبا تكثفت في الأشهر الأخيرة. نتذكر العملية القاسية في باتاكلون، مسرح باتاكلون في باريس وفي بلجيكا وفي ألمانيا وفي بريطانيا وهولندا وغير ذلك. إذن أصبح هناك فزع لدى الأوروبيين من عودة الدواعش إلى أوروبا، وهذا الفزع يظهر في ثلاث أشياء. أولا يظهر في استعداد الدواعش العائدين للقيام بعمليات إرهابية، وهذا قد حصل بالفعل في هذه الدول الأوروبية. ثانيا هذا الفزع يظهر في تمدد الخلايا الداعشية بالبلدان الأوروبية وكسب أنصار جدد الذي تم يعني استخدامه في عملية يعني مانشستر الأخيرة، هو من الذين تم استقطابهم بشكل جديد، وهذا هو الخطر الأكبر لدى الأوروبيين. نعم. العنصر الثالث في هذا الفزع يظهر في إجبار السكان الأوروبيين على تغيير نمط عيشهم، وبالتالي هناك الآن فوبيا كبيرة انتقلت من العالم الإسلامي، العالم العربي الإسلامي، إلى العالم الأوروبي. ونحن لا ننسى أن داعش توعدت بضربات وعمليات إرهابية في البلدان الأوروبية والغربية بسبب مطاردتهم وقصفهم في سوريا وفي العراق وبسبب حرمانهم من دولتهم المزعومة. نعم. طيب دكتور، هو ملف العائدون من مناطق القتال والعائدون من الجماعات المتطرفة يعني ملف شائك في حد ذاته، هنا كيف سيتم التعامل مع هؤلاء؟ هل ربما محاولة إعادة التأهيل والإخراط من جديد في المجتمع يمكن أن تكون ناجعة برأيك أم لا؟ أم تكون لديهم يعني هذه التجربة يعني تكون ربما تمنعهم من انخراطهم من جديد في المجتمع سواء نظرة المجتمع أو حتى هم أنفسهم؟ يعني الحلول في بطبيعة الحال هي أولا انتهاج مقاربة الأمن الشامل، أي ضرب الإرهاب في جذوره المتعددة الأمنية الاجتماعية والفكرية، ثم أيضا المعركة القادمة ضد دواعش في أوروبا هي معركة استخباراتية بالأساس. وأعتقد في هذا الإطار أنه لابد من مؤتمر دولي حول الإرهاب يركز على ثلاث أشياء: أولا على تجديف منابع التمويل، وثانيا على تنسيق استخباراتي أقوى حتى يتم تلافي أخطاء ما حصل سابقا، هناك تبادل معلومات متعثر بين البلدان الأوروبية. نعم. وثالثا الإعداد لحرب إلكترونية لإبطال أساليب داعش في استقطاب الأنصار وغزو الأدمغة. وبالتالي يمكن القول أن أسلوب داعش الجديد في المرحلة القادمة هي أولا الذئاب المنفردة، ثانيا عمليات البهس والطعن، وهي الأساليب الداعشية التي ستعتمدها داعش في المستقبل. لماذا؟ لأن هذه الأساليب لم تعد، لأن أولا داعش لم تعد تملك دولة ومريدها موارد التابعة لها لم تعد كافية، وثانيا لأنها الأساليب هذه الذئاب والبهس هي أساليب غير مكلفة ماديا، وثالثا لأنها عصية عن الرقابة والتفتيش، وبالتالي لا بد من جهود عبر ورشات وندوات لدراسة نموذج هذا الانتحاري، هذا الانتحاري الذي يعني يتم إعداده، كيف تتم التهيئة الإبسيكولوجية، ما هي الدروس الدينية الموجهة التي يتلقاها الانتحاري. نعم دكتور. كيف يتم التأطير التنظيمي لهذا الانتحاري. شكرا جزيلا لك. من مجهود فكريا هام في هذا المجال. أشكرك دكتور واعتذر لضيق الوقت. دكتور علي العلاني خبير في شؤون الجماعات المتشددة كنت معنا عبر الهاتف من تونس.